انت راجل مستخدم فيسبوك، فانت مستخدم فيسبوك فانت حياتك كلها اساسا مخترقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير، واهلا بكم على قناة ليدو جيمز. ان شاء الله النهاردة هتكلم معاكم على تطبيق كنت اتكلمت عليه في فيديو سابق، بس كانت عليه بعض التساؤلات، وان شاء الله النهاردة هجاوب لحضراتكم على الاسئلة الخاصة بالتطبيق. ولو حضرتك اول مرة زرنا في القناة، ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد باذن الله. تطبيق اليوهيف، ما هو اليوهيف؟ هل التطبيق ده صادق او كاذب؟ هل فعلا بيعطي ارباح ولا ده كلام فاضي؟ تطبيق اليوهيف هو نوع جديد من شبكات التواصل الاجتماعي، زيه زي تويتر او فيسبوك، عليه ملايين المستخدمين اللي بيستخدموه بشكل يومي. هتستخدمه زي اي تطبيق خاص بالتواصل الاجتماعي. يعني انا عندي هنا تطبيق زي تويتر، بستخدمه ازاي؟ بنزل عليه بوستات بشكل يومي، ومن خلال البوستات دي بيجيلي في تفاعلات عليه. طيب هنا التطبيق بيعطيك وبيميزك، بيعطيك اكثر من مساحة. معنى ايه مساحة؟ يعني بيديك مثلا كذا صفحة بتعبر فيها عن نفسك. يعني انت لو انت مهتم بثلاث حاجات في حياتك، مثلا زي تربية الطيور، زي الالعاب، زي التكنولوجيا الطبيعية، اي حاجة في حياتك انت بتحبها، انت ممكن تعمل صفحة خاصة بالطيور، وصفحة خاصة بالالعاب، وصفحة خاصة بالتكنولوجيا، وصفحة خاصة بالتصوير او الطبيعة. فكل حاجة من ديت بيجي لك ليها مستخدمين، بيبقى عندهم نفس الاهتمام او نفس الحاجة اللي انت بتحبها في حياتك. تمام؟ فهنا بيظهر التفاعل. طيب هو التطبيق يعني ايه الميزة اللي فيه؟ هو انت هنا بتستخدمه، وده بالنسبة لهم مجرد ما انت اساسا بتستخدم التطبيق ده، بالنسبة لهم حاجة قيمة. يعني ده قيمة عندهم، لانه اخد جزء من وقتك في استخدام التطبيق، هو بيكافئك. والمكافأة دي بتيجي عبارة عن حاجة اسمها الرموز او التوكن، زيها زي العملات الرقمية اللي موجودة المتداولة، زي البيتكوين وزي بقية العملات اللي بتبقى موجودة في السوق حاليا، ان الناس كلها دلوقتي العالم كله بيتعامل بها. طيب كان في سؤال سأل لي، هل التطبيق ده آمن ولا مش آمن؟ يعني بيخترق حسابات وبيانات الشخصية ولا لا؟ اقدر اقول لك المفروض اساسا انت ما تسالش السؤال دوت، لان انت راجل مستخدم فيسبوك، فانت مستخدم فيسبوك فانت حياتك كلها اساسا مخترقه. بس انا برضه هجاوبك. من ضمن مميزات التطبيق، وده تعتبر اول حاجه من ميزه التطبيق، ان التطبيق امن 100%. يعني بياناتك الشخصيه كلها بتبقى محجوبه لاي شخص تاني في على التطبيق، وممنوع فيه اي اختراقات. يعني التطبيق اساسا امن 100 ومضمون 100%. ده اساسا ده تعتبر اول ميزه من مميزات التطبيق، فهو تطبيق امن، يعني ما تقلقش من حاجه. طيب انا عملت كل اللي انت قلت عليه واستخدمت التطبيق بشكل يومي، طب فين مكان التوكنات اللي هي بتنزل لي كل يوم؟ طيب انت كل مستخدم ليه محفظه خاصه بيه. انت عندك محفظه موجوده على التطبيق، الارباح اللي بتجيلك في اليوم بتتحول اوتوماتيك داخل المحفظة. تمام؟ يعني انت بتعتبرها الحصالة بتاعتك، دي الحصالة بتاعتك اللي انت بتحوش فيها كل يوم. طبعا انت ما بتدفعش فلوس، انت كله هو اساسا اللي انت بتدفعه وقتك. هو وقتك هو ده القيمة اللي بيدفع لك عليها التطبيق فلوس او التوكنات. طيب اخر سؤالين في الموضوع هم يعتبروا اهم سؤالين خاص بالتطبيق. طب طريقة التحويل وحد السحب قد ايه؟ بص حضرتك، اول حاجه لازم يكون عندك حساب رقمي، يعني تكون عندك محفظه رقميه خارجيه اسمها ETH. دي محفظه رقميه زي البيتكوين، دي بتبقى موجود منها تطبيقات على جوجل بلاي، انا هسيب لك واحد منهم تحت في الوصف. بتعمل لحضرتك حساب في محفظه الرقميه اللي موجوده. تمام؟ ولما توصل لموضوع حد السحب بتقدر ان انت تحولهم على المحفظه دي. طب انا دلوقتي وصلت لحد السحب، بخش اول حاجه بروح على المحفظه بتاعتي، بطلع الثلاث نقط اللي موجودين فوق بدوس عليها، وبخش على ويز درو اللي هو التحويل او ترانسفير للمحفظه. انت طبعا وعندك حساب ETH، انت بتعمل له كونكت مع التطبيق، فبيبقى داخل التطبيق موجود المحفظه او عنوان المحفظه. تمام؟ فانت بتعمل كونكت
with ATH Vault اللي هي المحفظة ATH. تمام. بعد ما بتعمل كده بيحتاج منك انت الباسورد بتاعك. الباسورد هو اللي انت اساسا سجلت بيه التطبيق، دخول التطبيق اللي هو التطبيق اليو هاف ده. تمام. بعد كده بيحتاج منك الكمية والعنوان، الاسم المستخدم في المحفظة الالكترونية الخارجية والعنوان. هنا بندخل الباسورد، وبعد كده بينقلك للصفحة التانية اللي هي الخاصة اللي انت بتحدد فيها القيمة وعنوان اللي هي المحفظة الرقمية الخارجية. هنا بيقول لك حط يعني حد السحب انت عايز تدخل دي. طبعا احنا جينا للسؤال الاهم بقى اللي هو حد السحب، وكده انا بعتذر لشخص كان سألني نفس السؤال دوت، وانا بصراحة غلطت معاه في الاجابة. يعني انا قلت له 5000، هي مش 5000، هو هي 50000. طبعا الرقم كبير، حد السحب من التطبيق هو 50000 عملة رقمية. طبعا انت هتقول ده رقم كبير جدا، طب انا هجيبها ازاي؟ لا، ما انت لو مستخدم التطبيق هتقدر ان انت تجيب الرقم ده. معلش يعني في ناس شغالة على التطبيق ده، الرقم ده بيعتبرهم ولا شيء بالنسبة لهم، فاهم انت ازاي؟ فالتطبيق اساسا يوميا العملات بتاعته بتتضاعف. يعني انت النهاردة لو جات لك مثلا في خلال اليوم 20 توكن، بعد يومين التوكن ده بيتضرب في 2، بعد كده بيتضرب في 3، 3 اضعاف، بعد كده بيبقى في 4 اضعاف. يعني انت لو بيجي لك في خلال اليوم 100 توكن، المية دول ممكن يبقى 400 مرة واحدة في خلال اليوم. هو التطبيق مبني على كده، هو بيشوفك ان انت شغال على التطبيق بشكل يومي، فبيضاعف لك القيمة بتاعتك. تمام. لما توصل بقى لحد اللي هو السحب اللي هي 50000، انت بتدخل الرقم اللي موجود وبتحط العنوان المحفظة الالكترونية بتاعتك زي ما هو مكتوبة كده، وبتدوس ترانسفير. العملات دي بتتحول للمحفظة الالكترونية بتاعتك اللي هي ايه، المحفظة الرقمية، عفوا المحفظة الرقمية الموجودة. العملات اللي هي خاصة بإي تي اتش، اسمها اي تي اتش، زي البيتكوين بالظبط. تمام كده. طبعا لسه، طبعا انا دلوقتي حولت العملات بتاعتي لاي تي اتش. تمام. كل 300 توكن من العملات ديت بيساوي 1 دولار، يعني كل 300 بيساوي 1 دولار. تمام. يعني انت لو شوف بقى، انت بقى عندك حولت 50000 توكن، شايف هيعملوا كام دولار. تمام. ومن خلالها بقى المحفظة التانية انت بتقدر تحول لدولارات، ان انت بتحولهم على حسابك البنكي او البي بال او اي حاجة تانية انت مختص بيها، يعني اما طريق البنك الفيزا او البي بال بيتحولوا لدولارات. تمام. لو حضرتك بقى مهتم بموضوع الربح من الانترنت ده بشكل كبير، هتتلاقي داخل التطبيق مجموعة من الاشخاص، وهم كتير جدا، هتلاقيهم عندهم مواقع وعندهم برامج خاصة بموضوع الربح من الانترنت. يعني هم بتلاقيهم بيدعوك كده ان انت تشترك وان انت تستخدم التطبيق بتاعهم، واللي هو في استخدام العملات والربح من الانترنت بشكل يعني جدي يعني. فانت شوف انت بقى، لو انت بقى مهتم بالموضوع الربح من الانترنت دي، انت ممكن تخش على المواقع دي، هتلاقي على فكرة كتير جدا، هتلاقي مواقع وهتلاقي برامج موجودة، هما هيسيبوا لك، هتلاقيهم بيسيبوا لك اللينكات بتاعتها، بتخش تشترك معاهم وبتسجل فيها وبتكسب برضو موضوع الربح من الانترنت. طب يا جماعة، انا حاولت ان انا اختصر معاكم شرح في التطبيق، بس يا رب ما كنش انا طولت عليكم، بعتذر لو انا كنت طولت عليكم في الشرح. وهسيب لكم رابط الموقع الرسمي في الوصف اسفل الفيديو اللي انتم ممكن تقروا عليه بشكل كبير شوية. يا رب تكون وفقت، واشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.